الاهلي يحتفل باستلام الدرع النهارده، والحقيقه انا عايز اشكر يعني كل اعضاء الجهاز الفني اللي قاموا بمجهود كبير جدا في المقدمه. طبعا مستر كولر ده اللي متصدر المشهد، لكن ده ما ينكرش الحقيقه انه في فوارق كتير جدا حسيناها، شغل على اعلى مستوى قام بيه كل افراد الجهاز الفني. بشكر كابتن سامي قمصان، طبعا بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ، بشكر الحقيقه كل ميشيل يانكو الحقيقه اللي يعني عامل شغل كبير جدا الناس حاسه بيه مع حراس مرمى النادي الاهلي الخمسه، شناوي، لطفي، شوبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف. الحقيقه الاربعه يعني يمكن مصطفى ما خدش فرصه السنه دي انه يظهر قدام الجمهور، لكن الحقيقه كل الناس بتشيد بيه وبتشيد بامكانياته وبتراهن عليه كواحد من اهم الاسماء في حراس مرمى النادي الاهلي في السنوات اللي جايه. حمزه علاء شفناه مع منتخب مصر ظهر بشكل اكتر من رائع، الفرص او الاوقات اللي احتاجنا فيهم علي لطفي ظهر كاروع ما يكون الحقيقه، وحتى شوبير الحقيقه لما خد ماتشات في الدوري او حتى في بطوله دوري الابطال قدم مستوى اكتر من رائع. فالحقيقه كل الجهاز، كل افراد الجهاز والارقام اللي انا هتكلم فيها معاكم النهارده، يعني طبعا انا يعني مش عايز اتطرق لتفاهات الامور ومحاولات استدراج جمهور النادي الاهلي. خد بالك انت مستهدف، طبعا انت كجمهور اهلي مستهدف يعني بطرق كتيره جدا، مستهدف انه يتم استفزازك فترد وتعلق وتزود الريتش وتزود الفيورشيب، مستهدف بانه يتم مهاجمه النادي الاهلي فتتطوع انت كجمهور عظيم وجمهور كبير جدا للرد والدفاع عن النادي الاهلي فتزود الريتش وتزود الفيورشيب وتزود الشير. يعني الكلام ده كله حاصل، لكن في النهايه الارقام ما بتكذبش، والقصه الموسم ده بتوضح بشكل كبير جدا الاهلي موجود فين وبقيه الفرق المنافسه كلها موجوده فين. انا مش محتاج تحكيم ومش محتاج لجنه مسابقات ومش محتاج شركات رعايه ومش محتاج مش محتاج ده بالتاكيد على المستوى المحلي، اذا كنت انا قادر انجح على كل المستويات افريقيا وعالميا ازاي ممكن اكون محتاج اي نوع من انواع المجامله عشان انجح محليا. طيب خلينا نروح الاول لفاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ونتعرف على معسكر الفريق. طبعا انا متاكد ان في اجواء احتفاليه، الفريق بيعيش حاله الحقيقه السيزون ده يمكن ما شفناهاش من فتره طويله رغم كل النجاحات والالقاب والبطولات، لكن الحاله السنه دي مع كولر مختلفه، وبالتالي في يوم التتويج كيف يفكر مستر مارسيل كولر وايه هي الحاله اللي موجوده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. نروح لزميلنا فاروق صلاح. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اشيد على المقدمه اللي قلتها على النادي الاهلي هذا الموسم. النادي الاهلي بيسيطر على القاره الافريقيه، او خلينا نقولها بمعنى صحيح، النادي الاهلي في المنطقه الاكثر دفئا في العالم وهي قمه الكره الافريقيه وقمه الدوري المصري. انت عارف ان دايما النادي الاهلي بيحب دايما الجلوس على المنطقه الدافئه وهي قمه، هي قمه القاره الافريقيه وقمه الدوري. وزي ما انت قلت زميلي احمد، النادي الاهلي بيحقق انجازات سواء على الصعيد العالمي او الصعيد الافريقي او الصعيد الافريقي، وبالتالي مش محتاج اي مجامله في الصعيد المحلي. طبعا فاروق اسمح لي، أجواء اسمح لي قبل ما تكمل كلامك بس اراجع معاك معلومه. هو الاهلي مسيطر على الكره الارضيه باستثناء قاره اوروبا، يعني احنا ما فيش بطل من ابطال القارات لامريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه ولا اسيا ولا كونكاكاف ولا مش عارف، ما فيش حد عدى قدام النادي الاهلي الا لما الاهلي تفوق عليه
فاضل لنا بس قاره اوروبا ومحدش عارف في كاس العالم اللي جاي ممكن محدش عارف ايه. يعني انا الحقيقه راهن حتى مع امكانيات السيتي وحتى مع عشقي لبيب جوارديولا افضل مدرب في العالم، لكن عندي ثقه واحنا لو جه السيتي في طريقنا هيبقى عندي احساس والحكم بيبتدي المباراه انه الاهلي ممكن جدا يعملها. بالفعل زميل احمد، وهي دي العقليه اللي بتترسخ داخل جدران النادي الاهلي، عقليه الجمهور، عقليه اللاعبين، عقليه افراد المنظومه الاهلاويه. انا لو بلعب بطل اوروبا انا بلعب عشان المكسب. النادي الاهلي كان بيلعب امام ريال مدريد في كاس العالم للانديه، ثقافه مستر مارسيل كولر، ثقافه الجمهور، ثقافه اللاعبين، انا عايز اكسب، انا النادي الاهلي. فبالفعل زميل احمد النادي الاهلي يتبقى لي اوروبا ان شاء الله، ولكن قريبا باذن الله النادي الاهلي يظهر بشكل ان شاء الله يرضي طموحات كل جماهير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه باذن الله. لكن برضه زميلي احمد بقى عايزين نرجع لمباراة التتويج اللي النهارده بيدرع الدوري. انت عارف احنا كلنا بنعيش اجواء التتويج، ولكن مستر مارسيل كولر بيأكد على امر مهم جدا. امبارح في لقائه مع اللاعبين والمحاضرة اللي عقدها مع اللاعبين قال للعيبه جملة مهمة جدا، قال لهم ليه ما تكونوش انتوا الجيل التاريخي اللي في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكرة المصرية اللي يحقق ال 90 نقطة. انا بلعب عايز احقق الانتصار في كل المواجهات، وبالتالي احنا طبعا زميلي احمد ما عندناش سياسه اللعيب البديل او اللعيب الاساسي او اللعيب الاحتياطي، لكن خليني اكد لك النهارده مستر مارسيل كولر تقدر تقول بترجع للتشكيل الاساسي والقوام الاساسي لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهه. عايز يدي للعيبه عندنا احتفال، عندنا تتويج، ولكن بعد 90 دقيقه بيفصل اللعيبه تماما عن الاجواء الاحتفاليه، تركيزنا كله في ال 90 دقيقه، عايز افوز على حرس الحدود، وبعد حرس الحدود احتفل بالتتويج بالدوري، ثم يبقى عندي مباراه بيراميدز ومباراه المصري. يعني وتاكيدا على يعني كلام مستر مارسيل كولر وحاله الجديه اللي بيفرضها على اللاعبين، خليني اكد لك بصوره مؤكده اليوم محمد الشناوي هو حارس عرين النادي الاهلي في هذه المباراه، بأكدنا جاهزيته بالامس معاك وطمنتك على جاهزيه محمد الشناوي ونزوله التدريب بالامس. خليني اكد لك اليوم محمد الشناوي يحرس عرين الاهلي في هذه المواجهه. مستر مارسيل كولر كلامه مع اللاعبين زي ما قلت لك بيعود للتشكيل الاساسي، تقدر تقول عوده علي معلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، العناصر الاساسيه لخط دفاع النادي الاهلي تكون موجوده النهارده في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. ايضا زميلي احمد خليني برضه اقول لك من كواليسنا او من اخبارنا ان فريق حرس الحدود يعني هيقيم ممر شرفي للنادي الاهلي النهارده في هذه المواجهة احتفالا واحتفاء بفريق النادي الاهلي بطل الدوري. وخليني برضو اكد على نقطه مهمه ان فريق حرس الحدود ومنظومه حرس الحدود عملت هذا الشيء في المباراه اللي جمعت ما بين الاهلي وحرس الحدود عقب تتويج النادي الاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا، لفته مهمه جدا لمنظومه حرس الحدود في الاحتفال وتكريم النادي الاهلي. الى الجانب التكريمي بقى زميلي احمد خليني اكد لك ان الجهاز الفني للنادي الاهلي الكابتن سعد عبد الحفيظ ومستر مارسيل كولر اكد على كل اللاعبين النهارده التواجد، كل اللاعبين هتتواجد داخل استاد القاهره، الجميع باسرهم، تواجد كل اللاعبين باسر اللاعبين هيكونوا متواجدين في هذه الاحتفاليه. النادي الاهلي احتفل ان هو اول بطل لهذه النسخه من هذه الدرع، واليوم بيحتفل ان هو اخر بطل لهذه النسخه من درع الدوري. طبعا زميلي احمد عايز اقربك اكتر برضو من كواليس اليوم النهارده، اللاعبون كان تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 4 والنصف. في هذه الاثناء مستر مارسيل كولر بيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين والتفاصيل الاخيره اللي طالبها من اللاعبين في فريق حرس الحدود، شدد على امر مهم جدا، قال للاعبين النهارده نقطه مهمه جدا، احنا جايين الجمهور جاي يحتفل، لازم نحقق الانتصار، احنا هنحتفل بالتتويج بالدوري، لازم يكون بانتصار وباداء يليق بجمهور النادي الاهلي. انا موجود معاك زميلي احمد طبعا لو في لا انا عايز اعرف بس النهارده في المباراه سكواد الاهلي كله بما فيهم المصابين هيكونوا حاضرين للقاء بما ان في استلام لدرع البطوله؟ باكد لك كل القوام الفريق النادي الاهلي كل اللاعبين تم ابلاغ اللاعبين بالحضور، يعني حتى اللاعبين الموجودين في القائمه اليوم في لعيبه هتيجي طبعا تتوجه الى استاد القاهره، تم ابلاغ كافه اللاعبين بالحضور الى استاد القاهره. زي ما قلت لك زميل احمد اللاعبين باسر اللاعبين هيكونوا موجودين في هذه الاحتفاليه، احتفاليه تليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي في وجود جمهور النادي الاهلي. اللي خليني برضو اكد لك على جاهزيه يعني مسؤولين في استاد القاهره الدوري، الاستاذ وليد عبد الوهاب طبعا المدير التنفيذي والمسؤول عن استاد هيئه استاد القاهره، تحدث عن استعداد الاستاد لاستقبال جماهير النادي الاهلي وتسخير كافه الامور للخروج باحتفاليه تليق بقيمه ومكانه بطل الدوري المصري وهو النادي الاهلي. خليني اكلمك على السكواد بتاع الاهلي وجاهزيته. طبعا انا عارف انه السوليه ومتولي كانوا بيعملوا برنامج تاهيلي، هل منتظر
انه في المباراه دي او واحده من المباراتين اللي جايين يكونوا داخلين في مع الفريق، اطمن منك على حالتهم وعلى مرحله اصابتهم او علاجهم ومرحله التاهيل من اللي عاملها دكتور احمد ابو عبله والبرنامج التاهيلي وصلت لغايه فين؟ يعني خليني برضو في هذه الاثناء زميل احمد ان بدا خروج لاعبي النادي الاهلي من المحاضره طبعا يعني قبل التوجه طبعا للملعب المباراه. خليني اكد لك السوليه، وبالنسبه للسوليه ومحمود متولي مش هيكونوا موجودين في هذه المباراه، لكن اكد لك ان شاء الله عقب مباراه بيراميدز هيكونوا موجودين ان شاء الله في هذه الاستعدادا لمواجهه المصري. هيبدا طبعا اللي هيبدا الاول بالنزول للتدريبات الجماعيه هو عمرو السوليه ثم محمود متولي، لكن كافه اللاعبين القوام الاساسي النهارده كله موجود. مستر مارسيل كولر يعود للتشكيل الاساسي والقوه الرئيسيه للنادي الاهلي، ايضا زميلي احمد السوليه بالنسبه للسوليه متولي ان شاء الله يعني عقب مباراه بيراميدز يكونوا متواجدين في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لك وباكد لك السوليه هو اللي هيكون الاقرب للنزول للتدريبات الجماعيه قبل محمود متولي باذن الله. طيب واضح ان الفريق بيستعد للتحرك. انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح، ونتمنى ان شاء الله مباراه كره كمان تكون احتفال، يعني احتفال طبعا بتسليم الاهلي درع البطوله النهارده شيء، وتواجد الجماهير بشكل استثنائي النهارده في المدرجات شيء، والكره والمباراه حاجه تانية خالص. يهمنا طبعا الاهلي يقدم جيم كبير النهارده، لكن خليني اقدم شكر وتحيه وتقدير لاداره نادي حرس الحدود. شيء ابدا مش ممكن تفكر فيه، او لو انت فكرت فيه بالشكل ده على انه ينتقص او يقلل من قدر نادي حرس الحدود انه يعمل ممر شرفي في مراسم تسلم الاهلي لدرع البطوله، فيبقى انت عندك خلل، لانه الرياضه في النهايه تدعو الى يعني الرقي، تدعو الى التحضر، المظهر الحضاري اللي احنا بنشوفه في كل ملاعب، في منافسه، في يعني صراع، حاله صراع طبيعيه جدا في اي رياضه وفي كل حته في العالم، لكن مش ممكن ابدا ده يترجم او يوصل على انه يبقى في حاله غل وكراهيه. للاسف الشديد جدا في ناس كتير جدا جدا غزت مشاعر تعصب تطرف غل كراهيه بقت قاعده ثابته عند ناس كتير جدا واجيال كتير جدا طلعت. بيحصل ده على السوشيال ميديا، وبيحصل ده على وسائل الاعلام، وبيحصل ده من مسؤولين في انديه، وبيحصل ده من اجهزه فنيه، وبيحصل ده من لاعبين. ده حتى الراجل لسه جاي من بره يعني ما لحقش يتكيف او يفهم طبيعه الامور، واضح انه شارب من حاله التعصب. لكن في النهايه لا يصح الا الصحيح، وفي النهايه في الاول والاخر في اسماء بتمشي وبتظل الكيانات باقيه. واتمنى ان الامور اللي باظت واللي توترت واللي اساءت للعلاقه بين قطبين كبيرين على مدار السنوات الاخيره ترجع لطبيعتها. طول عمرنا طول عمرنا متعودين ان في منافسه قويه جدا بين الاهلي والزمالك، وطول عمرنا عارفين انه في معارك جانبيه وفي شد وجذب وفي شغل بين الجماهير في الاطار الطبيعي والمنطقي زي ما بيحصل في كل حاجه في العالم، لكن انها توصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها اعتقد انه شيء صعب جدا. ما ينتقص ابدا 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 من اي نادي او من اي كيان انه يكون موجود في مشهد احتفال فريق حتى لو كان فريق منافس ليه ببطوله. واتمنى الحقيقه، اتمنى انه المشاهد اللي احنا بنشوفها ونبقى بنقول في ملاعب اوروبا وفي البطولات الكبيره في اوروبا مع الانديه الكبيره في اوروبا ونقول نفسنا نشوف الحاجات دي في مصر، طب ما احنا نقدر على فكره نشوف ده في مصر، وفي نماذج كتير جدا محترمه زي نادي حرس الحدود وادارته الحقيقه ما عندهاش اي مشكله الحقيقه في تكريم بطل الدوري. طيب قبل ما نروح لاخبارنا ومعانا اخبار كمان على الميركاتو، عندنا اخبار طبعا عن لعبتنا المحترفه، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. We'll be right back.
خليني قبل ما ابدا الاخبار بس هحكي لكم حكايه صغيره كده، يمكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش. يعني الناس اللي اتولدت في اواخر التسعينيات او في اوائل الالفيه يمكن ما يعرفوش قصه البطوله الافرو اسيويه. زمان كان في بطوله اسمها البطوله الافرو اسيويه، دي كانت اكبر بطوله او اكبر لقب ممكن نادي يحققه بره حدود القاره، يعني بره حدود قاره افريقيا. يعني انت كسبت بطل افريقيا، ودي كان بالمناسبه كانت يعني الفيفا او الاتحاد الدولي لكره القدم ما كانش ليه علاقه بيها، ده كان يعني حاجه تقدر تقول عليها بروتوكول تعاون كده بين الاتحاد الاسيوي بين الاتحاد الافريقي. احنا نخلص السيزون وانتوا تخلصوا السيزون، البطل من هنا يلعب مع البطل من هنا، واللي يفوز فيهم ياخد بطوله او ياخد لقب اسمه كاس البطوله الافرو اسيوي. تمام، ده كان اكبر حاجه ممكن يوصل لها نادي مصر يعني. طيب لما حصل كاس العالم للقارات والاهلي ابتدى يشارك وابتدينا نعمل نتائج كويسه، يعني الجيل الذهبي، يعني انا بس يعني هاخدكم للجيل ده بيعمل ايه. اللعيبه دي انا مش بكلمك على تاريخ، بكلمك على اللعيبه دي، وتعال نشوف سي في لعيبه الاهلي دول، سكواد الاهلي اللي حضرتك شايفه او هتشوفه النهارده بيتاج ببطوله الدوري، وتشوف هو وصل لفين ومستواه مع الاحتكاكات العالميه دي وصل الاهلي لفين؟ وصل انجازات الكره المصريه وسمعه الكره المصريه. للاسف مستر اوزوريو المدير الفني الجديد للزمالك مش مدرك طبيعه ومكانه الكره المصريه في تصريحاته يعني اللي اتكلم فيها. انا يمكن ده جزء من الاجابه على سؤاله يعني، وعلى المكانه والوضعيه اللي مفترض انها تليق ب قطبي الكره المصريه بالمناسبه اللي هو مسؤول عن واحد منهم يعني. المهم عشان انا كنت لسه بقول لفاروق حتى من شويه انه الاهلي تقريبا بطل كل القارات باستثناء قاره اوروبا. تعالوا نشوف الجيل ده من اللعيبه واجه مين من ابطال القارات ومنين تحديدا. من اسيا الاهلي واجه فرقتين من العار الثقيل، الدحيل القطري على ارضه وفي ملعبه وفي وسط جمهوره، وكانت مباراه افتتاحيه في كاس العالم على ما اتذكر وكسب، والهلال على المركز الثالث والرابع اخر برونزيه حققها النادي الاهلي، وتفوق الاهلي على الهلال بعرض اكثر من رائع وبرباعيه تاريخيه. ده فيما يتعلق بابطال اسيا. طب امريكا الشماليه او الكونكا كاف زي ما بيسموها يعني. قابلنا الجيل ده برضو من اللاعبين، قابلوا فرقتين، واحد من الولايات المتحده الامريكيه اسمه سياتل ساوندرز، وواحد من المكسيك، بطل المكسيك وبطل الكونكا كاف اسمه مونتيري المكسيكي. الاربع فرق اللي بكلم حضراتكم عليها دول بالمناسبه لما اضيف عليهم بالميراس البرازيلي اللي احنا حققنا معاه اول برونزيه، الجيل ده حقق معاه اول برونزيه في تاريخ الجيل الحالي مش في تاريخ الاهلي، وفزنا على بالميراس في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع، بطل الكوبا ليبرتادوريس، بطل امريكا الجنوبيه. وطبعا اوكلاند سيتي، ومش هعتبر اوكلاند سيتي يعني من ابطال القارات المعيار الثقيل، ولو انه الحقيقه يمكن يكون اكتر فريق تاهل للمشاركه في بطوله كاس العالم وبالتالي عنده خبره المشاركه في البطوله. صحيح ما بيحققش انجازات، وان كان اعتقد في مره حقق ميداليه من الميداليات مش متذكر قوي، كانت فضيه او برونزيه، لكن في النهايه ما تقدرش تعتبره من الفرقه الثقيله. لكن لما تتكلم على بالميراس، لما تتكلم على مونتيري، لما تتكلم على سياتل ساوندرز، لما تتكلم على الهلال، لما تتكلم على الدحيل، وتبص حتى للقيمة التسويقية للفرق دي مقارنة بإمكانيات النادي الأهلي والقيمة التسويقية لسكواد النادي الأهلي، وتشوف إزاي مدرسة الأهلي وفلسفة الأهلي وعقلية لعيبة النادي الأهلي قدرت تخلي الأهلي في حتة تانية، وإنه يتفوق على كل الأبطال دول. ما تجيش أبدا 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 تحط الأهلي في مقارنة مع أحد، لا يجوز لا يجوز. قدامك سنين طويلة جدا ومشوار كبير جدا يمكن تنجح فيه ويمكن ما تنجحش، عشان تبتدي تفكر انك تحط اسمك ايا كنت انت مين. بتكلم على مستوى مصر وبتكلم على مستوى قاره افريقيا، مع كامل الاحترام ده لا يقلل ابدا من قدر احترامنا لكل الانديه في مصر وفي افريقيا، لكن الاهلي ما ينفعش يتحط في مقارنه مع اي حد.
طمنا على الشناوي مع فاروق، رغم انه المعلومات اللي كانت عندنا النهارده الصبح انه الشناوي ممكن يكون مش جاهز للمباراه، لكن عرفت طبعا من فاروق ومن خلال مداخلته معانا دلوقتي من داخل مقر اقامه الفريق وقبل التحرك لاستاد القاهره انه الشناوي جاهز وغالبا هو اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي النهارده. من اخبارنا النهارده عندي خبر عن النني، النني اللي غاب عن المشاركه، والنني قصه نجاح كان ممكن جدا جدا يعني تبقى المع من كده، تبقى متنوره اكتر من كده، يبقى الاهتمام بيها اكتر من كده، لانك بتتكلم على لاعب مصري قضى يعني مشوار طويل مع واحد من اكبر فرق الانجليزيه على فكره، الارسنال يا جماعه، الارسنال كبير، الارسنال اللنداني، الجانرز دول يعني انا شخصيا شفت اجيال في الجانرز تحديدا مرحله ارسن فينجر، تيري اونري، دينيس بيركامب، مارك اوفرمارس، باتريك فييرا، روبرت بيريس وغيرهم، يعني اساطير اساطير يعني، وكانوا يمكن الفريق الوحيد اللي في تاريخ البطوله اللي خدوا الجولدن بريمير ليج اللي هي البطوله اللي او اللقب اللي تفوز بيه بدون ما يتحقق خساره واحده في البطوله، الارسنال هو الفريق الوحيد اعتقد اللي حقق اللقب ده. فانت بتتكلم على نجاح او قصه نجاح للاعب مصري مش في الدوري الانجليزي لكن في واحد من اكبر الانديه في انجلترا وهو النادي الارسنال، ورغم ابتعاده عن المشاركه في الفتره الاخيره، وطبعا هو كان عنده اصابه كبيره شويه في ركبته من اعتقد من يناير اللي فات انني كان بيتعالج من الاصابه دي، الا انه كل الاخبار واخرها يمكن الخبر اللي احنا اعلناه امبارح انه الارسنال ما زال متمسك بمحمد النني، و يعني واضح انه قيمه النني حتى جوه السكواد جوه اوضه اللبس بقت كبيره جدا. فده يقول انه النني عمل مشوار رائع، تختلف تحبه وتكرهه او يعني ما حدش هيكره حد زي محمد النني، لكن اقصد اقول تقتنع انه لاعب كبير او ما تقتنعش، تشوف انه كان ليه دور مؤثر مع منتخب مصر او ما تشوفش، دي قصه، وقصه نجاح دي حاجه الحقيقه يجب ان تدرس. المكان اللي وصل ليها النني في ارسنال الحقيقه نموذج كبير جدا على مشوار احترافي ناجح للاعب مصري في انجلترا. النني تعافى بشكل كامل من اصابته في الركبه، وواضح انه الفتره الجايه هيبتدي ياخد فرصه مره ثانيه للظهور. طبعا ارسنال عنده جوله تحضيريه كده في مرحله استعداده للموسم الجديد، هيسافر في جوله في الولايات المتحده الامريكيه، ومن الوارد جدا انه النني يعود مره اخرى للظهور مع الجانرز في جولتهم في امريكا. صفقه كبيره جدا واضافه كبيره حقيقه، بشوف انه حراسه المرمى الافريقيه اتطورت بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره بعد الدور الرائع اللي عمله ادوارد ماندي مع تشيلسي، بنشوف اونانا، والحقيقه يمكن اونانا ظهر مع الانتر وكان واحد من اسباب نجاحات الانتر في بطوله تشامبيونز ليج السنه دي، حارس مرمى الكاميروني الدولي طبعا مع الانتر في نسخه التشامبيونز ليج، وشفنا دور الكبير وشفنا المباراه حتى الكبيره. يمكن الناس اللي ما تابعتش مشوار الانتر ممكن ما تبقاش مركزه قوي مع اونانا، لكن بالتاكيد شافته في مباراه النهائي وشافت انها قدام حارس مرمى كبير جدا بيفكرنا ببيل انطوان طبعا، حارس مرمى الكاميروني الدولي اللي كان بيلعب في مصر وكان بيلعب في صفوف المقاولون العرب في نفس الستايل، هو يعني حارس مرمى كده ليه كاركتر مختلف عن حراس المرمى التقليديين. حارس مرمى كويس جدا جدا، ويمكن اكتر حاجه بتميزه هو قدرته على انه يبدا تحضير الهجمه، يبدا بناء الهجمه من تحت، بيلعب برجله بشكل كبير جدا، باسير على اعلى مستوى الحقيقه، وشفنا ده وظهر بشكل واضح. يمكن ده اللي خلى اليونايتد او المان يونايتد يبقى مهتم جدا بالتعاقد مع اونانا، وقد كان الغريب في الامر انه اونانا هو اللي اعلن عن الصفقه، يعني مش اليونايتد هم او مش اداره مانشستر يونايتد هي اللي اعلنت عن الصفقه الجديده بانتداب اونانا من نادي الانتر الايطالي، لكن اونانا هو اللي اعلن عن الصفقه في حوار لي مع صحيفه كوريلو دي سبورت، وقال انه لما تسالني سؤال انا ملزم دايما بان انا اقول لك الحقيقه، يعني بطبيعي بشكل طبيعي بتلقائيه بالفطره كده جاوب على السؤال، وقال فعلا انه الصفقه تمت وان هو انتقل لمانشستر يونايتد وانه ده كان واحد من احلام حياته. خدوا بالكم اليونايتد برضو واحد من 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 اساطير الكره في العالم كله، الفتره بتاعت سير اليكس فيركسون حقيقه
نسخه الارسنال مع راين جيجز مع بوسكولز مع من بعدهم وين روني كريستيانو رونالدو ويابستام ريو فيرناند، كل دي نجوم كبيره جدا كتبت تاريخ لدوايت يورك، كتبوا تاريخ للمان يونايتد فتره من الفترات. واليونايتد يمكن في الفتره دي اريك كانتونا، ازاي تنسى اريك كانتونا؟ كانتونا ده واحد من عظماء كره القدم في وفلاسفه كره القدم في العالم كله، واحد من افضل اللعيبه اللي لبست رقم 7 قبل حتى ديفيد باكهام وقبل كريستيانو رونالدو في المان يونايتد. الفتره دي كان اليونايتد هو اقوى فريق تقريبا في اوروبا، حاول يستعيد وما زال يحاول، بعد بشكل كبير جدا عن التتويج والالقاب، لكن نقدر نقول انه السنه اللي فاتت مع تين هاج في نسخه من اليونايتد ظهرت بشكل مبشر. هل يواصل المشوار؟ تعاقد مع اونانا واحد من الصفقات المهمه جدا، وخصوصا ان هو زي ما بيقولوا، انا كنت بقول لكم على الاسماء اللي كانت بتلعب في اليونايتد، كان عندهم حراس مرمى هم الافضل في العالم، يعني فتره بيتر شمايكل اسطوره، فتره فاندر سار الهولندي الرائع الحقيقه، واحد من افضل حراس مرمى اللي جم في تاريخ كره القدم. فاونانا شايف انه، وطبعا ديفيد دخية، وان كنت انا بشوف انه دخية حارس مرمى جيد طبعا، لكن مش على مستوى العمالقه دول، ومش على مستوى تيبو كورتوا، ومش على مستوى نوير، ومش على مستوى بوفون، لكن في النهايه هو حارس جيد. لكن اونانا شايف انه امتداد طبيعي جدا، وانه فخر ليه طبعا ان هو يكون موجود في المان يونايتد، رغم انه بيقول كمان انه انا لو كنت فضلت او يعني بقيت في صفوف الانتر كنت هبقى سعيد، لان مدينه ميلانو ليها سحر خاص. طب نروح بقى لمجموعه الارقام اللي اتكلمت مع حضراتكم عليها في الحلقه. سيبك من جدول الترتيب، وسيبك من عدد مرات الفوز وعدد مرات الخساره وعدد مرات التعادل وسجل ايه يعني استقبل كام. خلينا الارقام التقليديه دي هنحاول نطلع منها شويه، وتعالوا اقرا معاكم عوامل تفوق النادي الاهلي الموسم ده مع مارسيل كولر فنيا وبالارقام. هبتدي مع حضراتكم انه نشوف اكتر الفرق من حيث متوسط تسجيل الاهداف في المباراه. الاهلي في المرتبه الاولى، متوسط عدد الاهداف اللي بيسجلها الاهلي في المباراه الواحده هدفين، اجمالي عدد الاهداف اللي سجلها 62 هدف، اقسمهم على 31 مباراه يبقى المعدل هدفين في كل مباراه، وده اعلى معدل لفريق بيشارك في البطوله. بيجي وراه على طول بيراميدز سجل 55 هدف، وان كان بيراميدز طبعا لعب مباريات زياده عن النادي الاهلي، يتبقى ليه مباراه واحده اللي هي هتكون مع الاهلي يوم الاحد اللي جاي، متوسط تسجيله للاهداف 1.7، ثم الزمالك 1.5، ثم الاتحاد السكندري 1.1 في المركز الرابع، ثم سموحه 36 هدف 1.1. طيب ده من حيث معدل تسجيل الاهداف في كل مباراه، وساهم في ده الاسكورات الكبيره اللي عملها مارسيل كولر. يعني السنه دي احنا لو بصيت على نتائج الاهلي الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، هتلاقي انه ماتشات كتير قوي كنت بتكسبها 1-0 او فارق هدف يعني، او بالكتير فارق هدفين. السنه دي الثلاثيات والرباعيات ما شاء الله، وده ساهم بشكل كبير جدا على كل المنافسين، الكبير قبل الصغير، عشان ما حدش يقول لك بيفوز على الفرق الضعيفه والفرق الكبيره بتعصلك. ما فيش حد عصلك مع الاهلي السنه دي. اقل الفرق من حيث متوسط استقبال اهداف في الدوري، بتتكلم على اقوى خط هجوم، بتتكلم على اقوى خط دفاع. تعال نشوف بقى بالارقام متوسط استقبال الاهلي او شباك الاهلي للاهداف في الموسم ده. في المباراه الواحده لعبنا 31 مباراه، استقبلنا 9 اهداف بمعدل 0.3 هدف في كل مباراه، يعني كل 3 ماتشات الاهلي بيستقبل هدف وحيد. اقرب فريق لينا بعد كده بيجي فيوتشر ب 0.7 في عدد مباريات اقل، او في عدد اهداف اقل، انا اسف، يعني فيوتشر استقبل 23 هدف، فهو بيجي في المركز الثاني ب 0.7، وبيراميدز بيجي في المركز الثالث 0.7 برضه، لكن زياده شويه طبعا لانه 24 هدف، ثم سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع 0.9 هدف في كل مباراه، ثم المقاولون العرب هدف في كل مباراه لعبها لغايه دلوقتي. أكتر الفرق من حيث متوسط استخلاص الكرة من المنافس في المناطق الدفاعية، كل ده شغل كولر، أنا بحاول أقرأ معاكم بصمات كولر بالأرقام. الأهلي برضه في المرتبة الأولى،
هو اكتر فريق صاحب متوسط استخلاص كره في المناطق الدفاعيه للمنافس، وده بيدل على طريقه كولر واسلوبه في الضغط على المنافس من فوق بشكل كبير ونجاحه في تطبيق الاسلوب ده. الاهلي في المركز الاول 5.3، بيجي وراه سيراميكا كليوباترا 5، ثم سموحه 4.9، بيراميدز 4.5، والزمالك في المركز الخامس 4.4. اكتر الفرق من حيث صناعه الفرص في الدوري، خد بالك عمر الدوري لسه مازال مستمر، عندنا 3 ماتشات اولهم النهارده، انا بكلمك على ارقام اللي حققها الاهلي الموسم ده حتى ما قبل مباراه حرس الحدود. اكتر الفرق من حيث صناعه الفرص المؤكده الاهلي في المركز الاول 53، يجي وراه بعد كده بيراميدز 50، سيراميكا 39، المصري 36، والاتحاد 35. صناعه فرص مؤكده ايضا الاهلي في المرتبه الاولى. اكتر الفرق من حيث متوسط الاستحواذ على الكره، طبعا واحده من وفي ماتشات كتيره جدا مش بس في الدوري، في الدوري وبره الدوري، في بطوله كاس العالم ظهر ده حتى وانت بتلعب ريال مدريد، بكلمك كوره سيبك من نتيجه المباراه خلصت كام، ظهر ده وانت بتلعب فلامينجو وكنت اقرب لتحقيق المكسب لولا يعني فاكر مصطفى غربال اعتقد كان حكم المباراه دي، ساعد بشكل او باخر، اخطاء ساذجه ساعدت بشكل او اخر مباراه تهرب منك، لكن انت كنت اكتر استحواذ اكتر خطوره حتى في كاس العالم وحتى في ماتشات زي الوداد بره، زي الرجاء بره، زي الترجي بره في بطوله دوري ابطال افريقيا، فالقصه بتاعت الاستحواذ دي بالذات مش بس دوري. الاهلي في المرتبه الاولى 59.9% متوسط نسبه استحواذ، اقل حاجه بتوصل لها او متوسط استحواذك في المباراه الواحده 60%. ثم بيجي بعد كده بيراميدز 58.1%، الزمالك 56.6، فيوتشر 56.5، ثم سيراميكا كليوباترا 54.3. أكتر الفرق من حيث متوسط التمرير في مباراة في الدوري، الفريق في المركز الأول الأهلي متوسط عدد التمريرات في المباراة الواحدة تقريبا 440 تمريرة، وبيجي بعد منه بعد الأهلي بيراميدز في مركز ثاني 427.8، فيوتشر 388، الزمالك 384، واتحاد السكندري 328. باختصار شديد جدا أرقام وإحصائيات بتقول لك على تطور وشكل وأسلوب النادي الأهلي، البصمة اللي حطها مارسيل كولر في كورة النادي الأهلي واللي قدمت الأهلي بشكل جديد جدا ومختلف مستوى فردي وعلى المستوى الجماعي. مبروك، بطولة مستحقة، بطولة تقدر تقول إنك فزت فيها باكتساح كل الأندية. مبروك لكل الأهلوية الاحتفال ببطولة الدوري رقم 43، والنهاردة الاحتفال والنهاردة لحظة تسلم درع البطولة، وبإذن الله تكمل فرحة بعرض قوي أمام حرس الحدود. نتمنى كل التوفيق للاعبتنا والجهاز الفني النهاردة. بشكركم على المتابعة وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشة الأهلي في السادسة، تحياتي لكم.